كل الاحلام مثلا اللي تجي لي. انا اشهد ان بتساني قبل شوي مشاهدي طبعا بتساني دل على مشاعرك انها دقيقه دقيقه عشان يدرون ما هو هنا بتساني يوم البروفه ما كان في تصوير ها اني بكيت انا لازم القى حل لان ابياته خاصه انها تلامس جروح ما حد يعرف يمكن ابو شبيب انا ندلدل على صدق مشاعرك يا ابو مبارك وندل كذلك انك صاحب مشاعر جياشه لكن انا ابي اوعد الجمهور وعد ان شاء الله ما اطلع من البرنامج هذا الا الاقي حل دموعك اما قسي قلبك والله ما تلقى والله انت مشكله المشكله احنا قمنا نفر اليسار اليسار مرمى احنا نبلش مشكله مرتين نبلش المشكله نبلش دموع فارس كلها غالية علينا ولا ودنا نخسر احد دموع عيني اتفوق خدي الربع صلوا على النبي اللهم صل وسلم اول شيء طال عمرك صراحه انها من اجمل الصباحيات بالنسبه لي اول شيء شرانا ابو احمد الله يهديه على كلماته اللي وابو بندر احنا قلوبنا كان فاشدي خضر يا ابو احمد ابو بندر ما شاء الله الصوت الشيء والصوت الزين والصوت الابداع واجتمعوا مناحي كلمات مناحي وداء محمد بندر ما شاء الله ولا تحرمونا من الاعمال نفس كذا الله يطول عماركم والاعمال والله ان اللي نجحت تنجح بتواجدكم وتفاعلكم الله يطول عمرك واحياءكم له والله ان احنا نسعى جاهدين لاسعادكم وان احنا فعلا فعلا يعني مكملين البعض ولن تميز الا بتميز الجميع نعم بيض الله وجهك يا ابو احمد على هذا وجهك ابيض ولا يهون ابو بندر نعم ابو احمد عذلك شاعر جزل وكل الجميع اتفق عليك وعز الله انك ما قصرت ابدعت في الشعر